ساعات بيجي لي كده حالات بتخيل حاجات فبقعد اكتب عليها. فانا بقول لها بصيت في عينيكي كم مره ولقيت فيهم لمعه غريبه، لفيت بعينيا كمان مره ولاحظت ان انا كنت في غيبه، كنت في غيبه ومش داري بعينيكي بتخرج من داري وبتسكن دار ثانيه غريبه. وساعتها بس اكتشفت ان العينين الطيبين الشبعانين ما بقوش خلاص شبعانين، والعينين المحتاجين حب وحنين ما بقوش خلاص محتاجين. متداريه خلف قصه، عينين بتكتب الف قصه مستنيه بس فرصه تخون ببصه وهي بصه. وتقولي لي احكم منين؟ ارجع واقول لك من العينين وشك مكشوف، ما انا برضو بشوف وبحس الخوف جوه عيني. رحت اللايف، خليني اسقف لك يعني، خليني اسقف لك. ساعات بتجي لي حالات كده بقعد اكتب. ازاي الحاجات دي ما بتنزلهاش؟ استاذ اسامه قول لي ايه المكالمه اللي جات لك على الهوا وكانت بمثابه مفاجاه بالنسبه لك؟ كلها علاقات محارم فقط من اسوأ ما يمكن يعني. جات المكالمه من غير ما احس، لقيت نفسي يعني سخن وهكت كده على الهوا وقعدت ازعق اتقول لها بقى. وبعد كده بدات انهج وبدات الاقي نفسي مش قادر اخد نفسي، فقاموا قافلين المزيكا وتخرج من الاستوديو وقعدوني بره بتاع مثلا 7-8 دقايق 10 دقايق، هديت كده ورجعت تاني. فعلا انا كنت لسه اول مره في حياتي اصور على الهوا.